ندوزو لهاد لابارتي التانية اللي هي كيفاش كنديرو الباجيناسيون وصوبو لي زاليرت باستخدام البوتستاب. دونك بوغ لي زاليرت، الاليرت كنكريوها باستخدام لا كلاس اليرت، ومن بعد كنديرو ليها نزيدو ليها وحده من لي كلاس كونتكستويل. دونك كلاس كونتكستويل هي اللي كنديرو زعما اللون اللي غنختارو، ولا هي بصراحة ماشي اللون، هو اللون كيتعطى ولكن المعنى. مثلا ملي كنديرو بحال هاد المثال هذا، كنقولو غتكون عندنا واحد الاليرت، درنا ليها اليرت سكسيس، سيتادير كو هنا كنعنيو ان بغينا نطلعو واحد لو ميساج كيقول بان مثلا العملية تمت بنجاح. فملي كتكون هذيك العملية ناجحة غنطلعو اليرت اللي غادي تكون دو تيب سكسيس، سيتادير غادي تطلع هكذا هي في الديزاين ديال بالخضر، وحنا نكتبو الجملة اللي بغينا. حنا مثلا هنايا حيت هادي سيت اون ديف في الاول وفي الاخر، غادي نكتبو الجملة اللي بغينا. من بعد راه نفس الهضرة هنايا، انا هنا بدلت غير هاد اليرت سكسيس، درت ليها مثلا باش تعطينا انفو، درنا ليها اليرت انفو في الحالة باش تنبغيو نعطيو دي زانفورماسيون عاديين، ولا في الحالة الثالثة عطيت المثال ديال وورنين ديال افيرتيسمون كيطلع بهاد الديكور. تقدروا تعاودوا تجربوا نتوما هاد الحالات الاخرى باش تشوفوا شنو يعني الالوان اللي كيختلفوا، ولكن كي قلنا احنا المهم عندنا المعنى، يعني واش حاله خطر، واش هاد افيرتيسمون، ولا 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 فوالا. دونك الاليرت اوسي كنقدروا نزيدوا فيها شي ليان بحال هادي. دونك الا بغينا نزيدوا فيها شي ليان، يعني حنا عاطين واحد الافيرتيسمون هنا، نقولوا ليه اتونسيون راه كاين كذا كذا، ومن بعد كنقول ليه خصك تدخل لهاد الليان الفلاني. الا بغينا نديرو هادشي احنا تو سامبلومون وسط الاليرت، يعني ديك الديف اللي درناها اليرت في وسطها، من ورا لو تيكست اللي كتبت زدت هنا واحد لو ليان اللي دخلته وكينتمي لا كلاس اليرت لينك، يعني ليان اللي كاين في وسط اليرت. دونك كيطلع بحال هاد الشكل، ورا باغ ديفو ما كيكونش فيه، ما كيكونش مسطر حتى تن تنديرو تنكليكيو عليه، ولا تنحطو على الهوفر حتى تنحطو عليه سوري. دونك نقدر نتيستيها في هنا كونترول في فوالا. دونك كيما كتشوفو عطانا مسطر باغ ديفو، هنايا راه داز ليا من راس للراس حيت عندي انايا كونتونور في الويد كياخد 100%. فوالا، المهم نتوما كتبدلو لو ميساج كيما بغيتو، كتبدلو لو تيب ديال الاليرت هنايا كيما بغينا. فوالا، الا بغينا نزيد واحد لافيرميتور للاليرت، يعني الاليرت عندي هنا كنديرو عليها هنا واحد العلامه تاع الا كليك عليها ليتيزاتور كتسد هاد الاليرت هادي، صافي راه شافه. اذا هنا غادي نستخدمو اولا الاليرت ديالنا غتولي داخله لواحد لا كلاس اللي كتسمى اليرت ميسيبل، زائد اننا غنستخدمو واحد لو بوطون هو اللي غيكون فيه هاد الديكور هذا ديال فيرمي. هاد لو بوطون هذا ما غيكونش بوطون عادي، مي غيكون بوطون كينتمي لا كلاس بوطون كلوز، وفيه واحد لا بروبريتي داتا بي اس ديسميس اللي هي اليرت، يعني باش غادي يجينا فهاد الديكور هاد البوطون كلوز الا قلبنا عليه هاد لا كلاس هادي ديال البوت ستراب غتلقى انها كتخصها جافا سكريبت، يعني ما تخدمش مباشره الا ما كنتيش داير اللينك الفوق لهذوك لي بلوغين ديال جافا سكريبت. دونك هنا مثلا عرفت واش كوبيت لي زانفو كوريكتومون، هزيت غير البوطون واقيلا نعاود هزيت هادي كلها. المهم ها هو لو بوطون طلع لي انا هنا، تنكليكيو عليه حتى يتحيد لينا الام، ولكن ردوا البال هم انا راح تهزيت هاد لو ميساج كامل، كان خاصني نهز غير لو بوطون. داكشي اش تزاد ليا ديك الهضره، فوالا غير لو بوطون. ولكن كي قلت لكم علاش انا بان ليا، حيت انا هنا الفوق معيطة لي بلوغين جافا سكريبت اللي غادي نحتاجو، و الا ما درتوش هاد لابيل هذا البلوغين جافا سكريبت راه صافا با مارشي، ما غاديش يبان لكم
المهم نتوما تتجربوا، ما غيبانش لكم هذا لو بوطون هذا هنايا. فوالا هذه هي فيرمي واحد الاليرت. وسي كاين عندنا لي زاليرت انيمي، يعني كنزيدوا ليهم كلاس فاد وشو، هادو كيعطيوك غير واحد ستين دو فيرميتور، يعني فاش كيبغيو يتسدو لي زاليرت كيولوا كيبانوا لينا بواحد الشكل معين. دونك خصهم يكونوا عندك بزاف. هنا مثلا عندي هادي، هادي افيرتيسمون، غادي نزيدو عليها واحدة اخرى، نكوبيو هادي نيت لي كاين هنا، هادي فيها سكسس غتعطى ليا بالخطر. مزيان نشوفوهم دابا. فوالا دونك هاهي كيفاش. هنايا جو سيبوز كاين عندي شي بروبليم باش ما جاتنيش مقادة في الديزاين، حيت لو بوطون باش ما نبقاش كنضيع في الوقت في التصحيح، غادي نديرها تو سامبلومون بحال هكا، كولي جوج مرات وغنمشي نحيد ليها هنايا سكسس وغندير ليها وورنين. صافي هنا وورنين، هنا ندير ليها افيرتيسمون. نجربو فوالا. دابا حنا ملي كنحيدوهم بهذا الشكل عادي، الا زدناهم هذيك الفاد هنايا كنديرو ليهم فيد شو، هادي غير الديكور فاش يتفرماو، يعني هي عندها علاقة مع هادو اللي كيكون فيهم هاد لو بوطون هذا دو فيرميتور، كيوليو فاش كيبغيو يتسدو كيجيبوه. فوالا دونك بحال كيبان لينا واحد اختلاف هكذا شويه في لو ستيل في الفيرميتور. هادو هما لي زاليرت انيمي. دابا ندوزو لا بارتي باجيناس. دونك الباجيناسيون كيما كتعرفوا هي شي حاجه مهمه، نيلا بغينا نديروها يعني باش تندوزو لعدد الصفحات. مثلا غادي نتوما في لو سيت ديالكم ديال البروجي ان شاء الله غادي تحاولوا تبينوا 10 ديال لي نقولوا 10 ديال لي بي سي اللي غادي تباعوا، ولا نقدروا نديروا السويفون بريسيدون اكسيتيرا. دونك فاش تنبغوا نديروا بحال هاد الخدمه هادي ديال ان حنا المعلومات اللي تتافيشا ما تتافيشاش كلها في صفحه واحده، ملي كتافيشا واحد جزء ومن بعد يوتيزاتور هو حر انه يدوز لاباج سويفونت ولا لا، هو اللي كيختار. فحنا كنحتاجو هادشي ديال لا باجيناس. دونك لا باجيناسيون يل بيرمي دو ستركتوري لو كونتوني ديال لي باج، و بور لا كريي كنستخدمو واحد لا كلاس باجيناس. ومن بعد مثلا حنا هنايا غادي نكريو واحد يو ال كنعطيوه كلاس باجيناس، حيت هو غيكون فيه مجموعة ديال لي زيليمون. دونك هنا غندير ليه هادوك لي زيليمون ديالو ال اي، غيكونو كينتمو الباج باج يتم، يعني هو إليمون من لي باج، وكل ال اي فيه واحد لو ليان اللي هنا عوض دياز غنعطيو حنا ليان ديال الصفحة الموالية، وكنكتبو فيه الحاجة اللي بغينا، يعني واحد جوج ثلاثة ولا بريسيدون سويفون ولا داكشي اللي بغينا، ولا من بعد حتى إلا تعلمنا جافا سكريبت غنعرفو كيفاش حنا نخدمو كاع بوكل، هي تجيب لينا الأعداد وتعرف لينا عدد الصفحات اللي كاينين. دونك هذه هي الباجيناسيون، هي عبارة فقط على واحد يو ال لي فوسطها لي ليان، وهادوك لي ليان كنعطيوهم دي ستيل سبيسيفيك أولا دي كلاس سبيسيفيك. دونك كناخدو ديما لو كود فوالا هاهو كيكون بحال هكا. دابا بوغ لو مومون سي جوست ديزاين مكيعطينا حتى حاجة زعما، ولكن من بعد يعني في جافا سكريبت وهذا غادي نخدمو على لا بارتي تريتمون ديناميك. او ميم هنا بيان سور كو كانوا عندي دوطخ باج عوض هاد دياز غنعطي لي باج الاخرى راه كتفتح ليا لا باج سويفونت صافي. ولكن حنا يعني ملي غنخدمو هادو فاسون ديناميك غتجي باينه شنو كتعني الباجيناسيون بالضبط. دونك بالنسبه للباجيناسيون فاش نكونو صاوبناها، الا بغينا اننا وحده في هادوك ال اي هي اللي تكون اكتيف في واحد اللحظه معينه، يعني بحال دابا هاد ثلاثه هي اللي كتبان ليا اكتيف، راه انا كنجي غير حدا ليليمون كنديرو كينتمي لا كلاس اكتيف صافي. هادشي اللي كاين فهو كيطلع
بهذا اللون ديفيرون على لي زوتر. مثلا انا نجي دابا لهذا واحد ديال لي اكتيف اونجستري، نمشي نشوف فوالا. دونك هذه هي اكتيف. بالنسبه للطاي ديال الباجيناسيون، الا بغينا تكبر شويه مثلا ما عجبتناش بحال هذا الشكل، فاحنا تو سامبلومون كنخدموا ليها على البريك بوينت اللي غادي بغينا يبان. مثلا ال جي يعني لارج، اس ام راها غتعطينا بلوك صغيور، اكس اكس ال غتعطينا كبيره، اكسيتيرا في لاطاي. دونك حنا كنجيو لهاد الباجيناسيون هادي، مثلا زدتها انا هنا ال جي، يعني بغيتها تكون شويه لارج. غنجرب فوالا، شفتوا كيفاش دابا ولات جات كاع لارج بزاف. انا اصلا دايره ليها الزوم، لا نشوف ال جي نديرو لها اس ام هاك. تعطات لينا نمشي بحال هكداك نورمال كتكبر. باجيناسيون بريسيدونت نورمالمون ال جي كتجي غير كتكبر شويه في لاطاي وصافي. هادي راه كبرات نيت واخا سي با غراف. دونك كتجي ال جي كوم سا، كتجي غير كتكبر لينا حنايا في لاطاي كتعرض. وسي الا بغينا اننا نخدمو على لانينيومون ديالها، راه حنا كنديرو ليها كونتنت سنتر ولا جيستيفاي كونتنت اند ولا ستارت. دونك نقدر نجي هنا ندير لها جيستيفاي كونتنت اند، اند يعني غتجيني هنا في الرايت. نجرب فوالا كيما كتشوفو كتجي في الرايت. بغينا سنتر حنا كنديرو سنتر، علاش؟ لان هاد ليليمون اصلا هذا يو ال هو فليكسيبل، كيكون كونسونور فليكسيبل باغ ديفو، فا كتخدم معاه هاد زعما جوستيفاي كونسيبت. فوالا دونك هادشي لي كاين بالنسبة لهاد لاباغتي ديال الباجيناسيون.